من جنيف ينضم إلينا سعد المسعودي مراسلنا من هناك وموفد العربية في جنيف. مرحبا بك سعد. كيف كان التعاطي أو التفاعل مع هذا التقرير في اجتماعات؟ طبعا الأمم المتحدة هنا في جنيف وفي اجتماعها لحقوق الإنسان هذه الدورة 30 دورة كانت مليئة بالملفات والأفلام والصور التي عكست المناطق المشتعلة في العالم، ملفات كثيرة ناقشتها وما زالت تناقش حتى الثاني من الشهر القادم الأمم المتحدة في جنيف. ولكن وفد اللجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة للجامعة الدول العربية كان لها حضور مميز في الدورة 30، حيث قدمت ملفا وتقريرا شاملا عن زيارة هذه اللجنة إلى منطقة عدن وبعض المناطق التي تحيط بعدن، وقدمت تقارير عن انتهاكات الحوثيين وميليشيات صالح، وهناك أفلام فيلمية وصور قدمت إلى اللجنة. وثم المفوض السامي لحقوق الإنسان اطلع على حيثيات هذه اللجنة وقدم أيضا بعض النصائح بأن تكون هذه اللجنة حيادية ومهنية تقدم هذه الصور من داخل اليمن. طبعا هناك ملفات عن سوريا وعن فلسطين، هذه اللجنة قدمت ملفاتها. وتسمح لي أنا معي رئيس اللجنة التابعة لجامعة الدول العربية دكتور هادي اليابي. دكتور، أنتم تتواجدون في الدورة 30 للأمم المتحدة، ما الذي قدمتموه من التقرير إلى المفوض السامي وإلى اللجنة بشكل عام؟ بسم الله، شكرا بداية للاستضافة، وتأتي مشاركة لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية امتدادا لجهود اللجنة في متابعة عدد من ملفات حقوق الإنسان في الوطن العربي، و يعني خلال الأيام الماضية والأيام القادمة إن شاء الله سيكون أمام اللجنة يعني تواصل مستمر مع كل الأيادي الدولية والمنظمات لتقديم وإبراز جهود اللجنة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالملفات الحالة على الأقل في الوطن العربي، متعلق بموضوع العراق وسوريا واليمن وفلسطين للأسف، وإحنا نتابع الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للمسجد الأقصى وكل هذه. لكن دكتور، المؤتمر توقف كثيرا مع تقرير اللجنة التي زارت اليمن والانتهاكات التي كانت واضحة جدا في تقريركم الشامل. هو الحقيقة في إطار ولاية اللجنة لمتابعة ملفات حقوق الإنسان وبناء على طلب من الحكومة اليمنية قامت اللجنة بإفاد فريق عمل لزيارة مدينة عدن، وبالفعل خلال الأيام الماضية قام الوفد بزيارة عدن ويعني رصد عدد من الانتهاكات الجسيمة للأسف اللي يعني ارتكبتها الميليشيات المسلحة الحوثية وأعوان الرئيس السابق، وذلك اللجنة عملت على رصد كل الانتهاكات الجسيمة، وهي حقيقة عدد من الصور الكثيرة التي يعني استطعنا خلال اليومين الماضية التواصل مع المفوض. ما يتعلق بتجنيد الأطفال والتقيتهم المساجين أيضا هنا، حقيقة في عدد من الصور الانتهاكات سواء ما يتعلق بالاختفاء القسري، سواء ما يتعلق بموضوع تجنيد الأطفال في العمليات المسلحة، فيما يتعلق بموضوع تدمير البنية التحتية اليمنية. ولذلك أنا أعتبر أن هذه الأمور يعني استهدفت المواطن اليمني بشكل مباشر، ولذلك هذه من الأمور التي نصفها ويصفها الحقوقيين أنها تصل إلى مرحلة يعني جرائم جسيمة بحق الإنسان، تستوجب المتابعة وتستوجب المحاسبة والمساءلة أيضا. أنا أعرف يجب أن تعود إلى المؤتمر، ولكن سؤال باختصار، هل هناك تقارير أخرى عن سوريا عن مناطق أخرى؟ احنا يعني متابعتنا لكل ملفات حقوقية تستوجب يعني طلب من الدولة العربية لزيارة الدولة ورصد يعني صور الانتهاكات الموجودة فيها. ولذلك احنا اليومين هذه ان شاء الله نخرج برؤى مشتركة مع الآليات الدولية، مع المفوض السامي، مع رئيس المجلس، مع كل الآليات الدولية في جنيف لعكس واقع الحال في ذا، ولحشد الجهود لدعم الجهود والإغاثة في اليمن، وايضا دعم الجهود للإغاثة واستقرار كثير من الدول العربية التي تمر باضطرابات سياسية.
شكرا. طبعا نشاط كبير للجنة، نشاط كبير سيستمر حتى الثاني من الشهر القادم. هناك تظاهرة كبيرة أمام في هذا المكان، معرض للصور عن انتهاكات الحوثيين والوصالح في اليمن، وأيضا هناك اجتماعات مع منظمات مهنية بحقوق الإنسان، وما زلنا نتواصل معكم إن شاء الله في نشاط. شكرا جزيلا لك. إذن من جنيف، موفد العربية، سعد المسعودي.